السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلاب وطالبات وغواصين مادة IT 231 إن شاء الله اليوم راح ندخل سوا في موديول 8 سمري اللي هو بعنوان السلطعون الزاهي جدا سهل وبسيط وصغير وإن شاء الله رح يخلص معانا بسرعة خلونا نتوكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مجموعة من التعريفات الجميلة أول تعريف يواجهنا The Internet of Things ما هو تعريف إنترنت الأشياء؟ هو يشير إلى the Increasing Number of Everyday Devices الزيادة في اللي هو الأجهزة المنتشرة حوالينا and objects والعناصر ذات are connected اللي تكون متصلة باللي هو الانترنت واللي تكون قادرة of gathering and transmitting data قادرة على جمع البيانات ونقل هذه البيانات باختصار إنترنت الأشياء كل devices اللي تتصل بعالم الإنترنت هذا أول تعريف التعريف الثاني اللي هو nest learning thermostat اللي هو الترموستات اللي اسمه نست هو إيش؟ هو example على الانترنت of things and it's owned by google وتملكه شركة جوجل هو يتعقب how you use your home شون أنت تستخدم بيتك وبعدين هو يعمل regulate تنظيم للهوم temperature لدرجة حرارة المنزل accordingly يعني وفقاً لاستخداماتك أو وفقاً للقراءات اللي هو قد قرأها هذا ببساطة الترموستات نست التعريف التالي اللي هو الأورو انتليجنت لايت سويتش هو عبارة عن مفتاح كهرباء ذكي اسمه أورو طيب إيش سالفته؟ هو أيضا إكزامبل على الانترنت أوف ثينكس and it knows هو يعرف لك when you are in the, room انت متى تكون في الغرفة ومتى تطفي له اللايت on and off من دون ايش من دون ما انت ايش تتدخل في هذا الموضوع وبعدين هو يعدل التطفاء والتشغيل هذه وفقا اللي التايم اوف ذا اللي هو وقت اليوم لو كانت الدنيا نهار راح يطفي لك الانوار لو كانت الدنيا ليل راح يشغل لك اياها اذا هو ماذا هو انتليجنت هو ذكي جميل التعريف التالي اللي هو تعريف الاوغست سمارت لوك برو من اسمه لك؟ اذا هو مفتاح قفل هذا المفتاح ذكي سمارت طيب هو أيضا مثال على الانترنت of things هو it locks and unlocks your home هو يقفل ويفتح بيتك من أي مكان وهذا سؤال يتكرر كثير في الاختبارات without a key من دون مفتاح هو automatically يقفل لك house when you leave لما تطلع من... و automatically يفتحه لما أنت when you come home لما ترجع على البيت هو يدمج الفويس اسيستنس اللي هو مثل الالكسا والسيري الو سيري العيال واقفين برا افتحي لهم فالعمليه جدا سمارت والعمليه جدا توفر وقت من التعريف المهمة أيضا اللي هو تعريف الـ 5G اللي هي تقنية الجيل الخامس هو الـ 5th generation حقت إيش؟ للـ cellular network technology which together with other network innovations اللي هو مع التقنيات الثانية من التقنيات الشبكة يعطينا faster و more stable wireless networking تقنية ثابتة تقدر تعتمد عليها وسريعة as well as the ability to connect more and more devices ويقدر انه يشبك ويجمع اكثر من devices وهو كل مرة enable richer more verified streams of data اللي هو تدفق البيانات عنده richer و verified الكلام هذا كله مراجعة لو تحس نفسك أنت من تفاهم هذه التعريفات تقدر تروح على شرح الموديول على التعريف اللي من تفاهمه وتتفرج عليه بالتفصيل جميل جريت نكمل نتكلم الآن عن الـ Age Computing Cloud اللي هي تقنية الحوسبة اللي موجودة في نفس مكان المصدر وهي تقنية تتعامل مع الكريتيكال Data بسرعة أو بشكل أسرع و with less network traffic congestion ما يصير في عندي ازدحام في البيانات. And with the processing وتكون عمليات المعالجه قريبه من source of data. والكلمه processing closer to the source of data هي الكلمه المفتاحيه اللي انا لمن اشوفها افهم انه هو يتكلم عن ال edge computing cloud. التعريف التالي اللي هو تعريف الانترنت of things architecture ما هي بنية انترنت الأشياء قال لك إنه انترنت بنية إنترنت الأشياء تتكون من different technologies that are related to each other كلهم لهم علاقة ببعضهم البعض and to communicate the scalability modularity and configuration حقة الاي IT والديبلويمنت deployment in different scenarios وشلون إنه لو كان عندي different scenarios شلون إنها تتطبق وإنها تصير ذات فعالية تعريف الـ neuroband internet of things قلنا من اسمه نارو باند هو عبارة عن موبايل نتوركينج تكنولوجي It enables devices تسمح للأجهزة إنهم can operate إنهم يشتغلون in very remote conditions في مكانات بعيدة for lengthy periods لفترات طويلة من دون ما يحتاجون maintenance صيانة وسمينا إنترنت الأشياء بالنطاق الترددي الضيق أوكي اللي هو النورو أصبر فإن الله يحب الصابرين وما بعد الصبر إلا الفرج والنجاح ونعمة بالله يلا نكمل بالنسبة لي السلطعون الأصفر اللي هو أسئلة true or false سؤال الأول قال لك إنه السمارت ديفايزز والجادجتس كلها gather information نعم كلها تجمع معلومات وكلها communicate تتواصل that data via الإنترنت من خلال شبكة الإنترنت كلامه صحيح لا يوجد فيه أي شيء غلط البوينت الثانية The ability of machines قدرة الأجهزة إنها تتواصل وإنها تتشارك الانفرميشن هي الكي بارت of internet of things بالفعل هي الكي بارت قلنا الانترنت of things ما كانت راح تكون موجودة لو ما الأجهزة هذه تستطيع إنها تتشارك المعلومات وتستطيع إنها تتواصل كلامه صحيح اللي بعده As businesses understand the power of the IoT, expect many more existing IoT related developments. أكيد راح تصير في تطورات خاصة بال IoT in the coming in the coming years في السنوات المقبلة. نعم، لأنه نحن نتوقع إنه ال business كلها تصير تعتمد totally على ال IoT في شغلها. إذا كلامه true. The next, 5G networks must expand, لازم تتوسع to cover consumers around the world عشان يعني تغطي كل المستهلكين حول العالم as well as greatly increase the speed وبنفس الوقت تعلي سرعتها كلامك صح هو هذا هو المفروض يصير طيب networks need to become smarter الشبكات تحتاج إنها تصير أذكى نعم and faster وأسرع to handle the new paradigms عشان تتعامل مع النموذج النماذج الجديدة they will serve التي سوف تخدمها كلامك صحيح طيب location based services الخدمات التي تعتمد على تحديد المكان الستريمينج فيديو ايوش فيهم والجيمز والالعاب need more bandwidth تحتاج باندويث اعلى coverage اعلى نعم كلنا طبعا نواجه هذه المشكله في البيت طفي اللعبه وقف الفيديو uh, الجي بي اس برضه هذه كلها تحتاج اللي هو كفرج تغطيه عاليه وبرضه باندويت عالي مزبوط The next sentence, the speed will be slow. سرعة راح تكون بطيئة if a large numbers of devices لما يكون في عندي عدد عالي من الأجهزة كلهم شابكين through a single router. في جهاز واحد كلنا على راوتر واحد ايوه نعم كلنا اذا ايش الدنيا زحمه اذا الدنيا بطيئه صح どうぞ。<music>